في مختلف الدورات الوطنية والبلدية والولائية. نتمنى لك التوفيق إن شاء الله ومزيد مزيد من النجاحات إلى بطل الملاكمة في على المستوى الدولي. لمن والأخ الكريم انا جيت نشوف شنو يدير برك. انا خاطيني جيت تدير معاه عرض رياضي في الملاكمة. صح كاينه حاجه الى فيها الهرا وقوي ما كلها. مش عارف شكون اللي يغلب اليوم. لا شكون يغلب؟ ما باينه باللي انا هيا تفضلوا قدموا لنا. شكون اللي تفضلوا؟ علمني غير شويه. انا عندي واحد المره غير حاجه رسميه علمني غير قبل ما ورينا منك تضربوها. شكرا لك محمد وللتوفيق له والف تشجيع لهذه البراعم ولهذه الابداعات والمواهب. اي انسان او اي شخص يكون هنا حاضر معنا لا نحرم الاطفال من هذه الابداعات.